وتنشر الدواوين. كذلك الموقف الثالث، الموقف الأول البعث من القبور، الموقف الثاني الحشر في الصعيد، والموقف الثالث الوزن، وزن الأعمال، الموقف الرابع تطاير الصحف التي كتبت فيها الأعمال. وكل إنسان ألزمناه طائره، يعني عمله، طائره يعني عمله، ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه، وفي قراءة يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنت اللي تقرأه، هذا يقرأه عليك غيرك، يمكن يترك شيء، ولا أنت اللي تقرأه بنفسك. وإن لم تكن قارئا في الدنيا تقرأه يوم القيامة، تقرأ كتابك وتشوف ما سجل عليك. نعم.